احنا تركه ثقيله، احنا كشعب الشعب المصري وارث ملك اللي كان المفروض ان هو يتحكم فيه عشرات السنين اللي فاتت ما كانش في ايديه، انما اخذ الحمد لله رجعنا، احنا رجع لنا ملكنا بس رجع لنا مهترئ، احنا ورثنا تركه صعبه، ورثنا جهاز اداري متعفن وفاسد، ورثنا موارد مجهوبه، ورثنا اقتصاد لا يقوم على الانتاج ريعي يقوم على الاستهلاك والرفاهيه في شعب ما عندوش رفاهيه، ورثنا انتاج لا يقوم اقتصاد لا يقوم على التصدير في بلد مواردها وارضها مليئه بالموارد السهل جدا 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 ان هي تقوم على تصنيع يضع قيمه مضافه على هذه الموارد، ورثنا موقع جيد جدا غير مستغل بالمره، ورثنا تركه ثقيله بنقول ان ده تحدي، انا عارف ان هو تحدي وتحدي صعب جدا جدا جدا. من مثل هذا التحدي تقوم الدول وتقوم الحضارات. من مثل التحدي ده نستطيع ان احنا نقول ازاي احنا كدوله فيها 92 مليون واحد عندنا مشكله خطيره جدا جدا في اكبر ثروه عندنا وهي الثروه البشريه. احنا في معدل معايير اداء المهنه الدولة رقم 142 من 144 أصبح هناك فجوة ضخمة جدا 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 في إمكانية أدائنا لمهمتنا المهنية في الإنتاج وفي التصنيع وما إلى ذلك. يعني مش بقول كده، أنا قلت من الأول إن إحنا بنصدى بينا اليأس والإحباط كل يوم. أنا بقول إن ده التحدي اللي هنبدأ منه واللي هنبدأ منه النجاح وهنبدأ منه إن شاء الله رب العالمين ثورة حقيقية. وأنا بقول في كل مكان مفيش حرية ومفيش ديمقراطية من غير إنتاج. اللي يدعي إن إحنا هنظل في جو من الديمقراطية دائما وعلى مدى المستقبل دون أن ننتج ودون أن نقدم لبلادنا فعلا إنتاج حقيقي واحد، لأن كان الشيخ الشعراوي بيقول اللي ما يكونش متفاسد عمره ما يكون قرار من راسه. واحنا بنقول كل يوم هنطلع مظاهرات وهنطالب ان احنا ننفذ اللي في دماغنا، انا بقول لكم الكلام ده مش هيتنفذ من غير انتاج. احنا عايزين كل واحد فيكم يكون سفير للكلام اللي انا بقوله ده. دون انتاج ودون عمل ودون ابداع مفيش حريه ومفيش ديمقراطيه. لان الحريه حاجتنا منين؟ واحنا بنتحكم فينا كشعب وكحكومه ونظام اي خليجيه. كيف لنا من الحريه واحنا هنستدي بعد شويه اللي يقدم لنا قرش او مساعده؟ مفيش حريه يا جماعه الا حريه ظاهريه، من ظاهر ماشي نستطيع ان احنا نتظاهر، نستطيع ان احنا نخبط ونتكلم ونحضر مؤتمرات ونتكلم في المؤتمرات دي ونشكو زي ما كان زمان بيشكو القوميه العربيه الواهمه اللي اوهمت الشعوب العربيه اللي هي في حريه وفي عزه فترات طويله، وقال ايه يا جماعه عبد الناصر وصدام وغيره وغيره وغيره، ورفع شعوبنا على الكلام واصبحت الحليم حافظ يغني الا اخر حبيبي سلموني عليه، حتى ما كلمش نفسه دور على حبيبي. رفع شعوبنا على كده، اتربينا على كده خلاص في الاعلام وفي التلفزيونات وفي كل مكان. على ايه؟ على وهم هيسقط علينا من السماء. على وهم، على وهم عشنا طول عمرنا ابهاتهم وابهاتنا شافوا ده بعينيهم وربونا على ان احنا هيسقط علينا النجاح من السماء وان احنا نستحق هذا النجاح ونستحق هذا المجد دون عمل منه. انا بقول ان اول خطوات الحريه الحقيقيه هي العمل والانتاج. هي ان انت تنجح وتطلع احسن واحد في كليتك وانت بتنجح وانت بتشتغل وانت في كليتك تدور على عمل. تدور على احنا ملناش حل غير احنا عندنا الامكانيه، بس عشان احنا عندنا الامكانيه احنا ينظر بينا العالم كله على ان احنا اصحاب الامكانيات. الشعب العربي كله فعلا عنده امكانيه، ربنا وهبنا نعم عظيمه وهبنا خيرات تافهه غير متكرره في الدنيا. انا شفت العماله المصريين يقوموا اكبر المؤسسات الماليه والانتاجيه في العالم كله. احد المصريين بيتحكم في الفرصه وصول المال
في نيويورك في اكبر دوله كانت عمان في العالم، يتحكم في سوق المالي مصر، في اسواق العالم، دبي الان بيها المصريين. انا رحت قابلت رئيس مجلس اداره اكبر بنك اسلامي في ماليزيا واتكلمت معاه وقلت له احنا عايزين ننقل التجربه بتاعتك، فضحك. فلما ضحك بساله قال لي اصل قال لي اصل اللي عمل البنك ده هو مصر. اللي عمل البنك ده مصر. فامكانياتنا فيك بس عايزين نغير شويه يا فندم. عايزين نغير شويه يا فندم. فانا ببشركم ان شاء الله مصر هتقوم وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى اراد لهذا البلد وما حولها ان تقوم وستقوم ان شاء الله رب العالمين. اولا واخيرا بيكي ومش بغيرك. ارجع اقول تاني خطوات الحقيقيه للبدايه ان احنا نتكاتف ونتواصل مع المجتمع ونتوافق على ان المصلحه الحقيقيه هي مصلحه الجميع. واهم من المصالح ان احنا نتصالح. لان لو تصالحنا فعلا على بعضنا هنستطيع ان احنا نقوم ببلدنا. احنا عندنا ماضي من بعض افراد هذا الشعب سيء. عندنا ممارسات قد تكون فيها ظلم كبير. لا اغلب الناس واغلب الشعب. بس عندنا امكانيه ان احنا ننظر للامام اكثر من الخلف. وربنا قال ومن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. احنا ممكن الحقيقه نتصالح وممكن نتوافق. وحقنا ان احنا ما ننساش عشان ما نقعش في نفس الخطا. من حقنا. من حقنا ان احنا ما ننساش اللي ظلمنا. ده حقنا. حقنا ان احنا نحط اللي حصل في الماضي دروس قدامنا في المستقبل. حقنا. محدش يستطيع ان هو يطلب مننا ان احنا ننسى. لان احنا برضه لو نسينا بسهوله هنقع في نفس الاخطاء بسهوله. بس لو حطينا الماضي قدامنا هيبقى زي رسالة عربية بتبص في المراية مش بيبص قدامنا. لا يمكن العربية دي تمشي في الطريق الصحيح. فيبقى نعود بعضنا ونعود نفسنا ان احنا نبص للمستقبل قدام لان هو ده اللي هيبني بجد. وفرصة البناء سهلة. فرصة البناء سهلة. النقطة الثانية ان احنا نتواصل. والتواصل ده كنا محرومين منه فترات طويلة. العمل المجتمعي الصحيح والعمل المجتمعي ومنظمات المجتمع المدني الممثلة في الجمعيات والهيئات والاتحادات والنقابات هو ده يعني أقول تلك وقد يكون نص الآلة ونصف الترس اللي بتحرك المجتمع للأمام. أوعوا أبدا تستهونوا باتحاداتكم وجمعياتكم وجمعيات المجتمع وازاي تتوافقوا معاها وازاي تعمل في منظومة واحدة للبناء. هي دي الدافع والترس الحقيقي للنهضة في أي بلد. جامعة هارفارد أكبر جامعة في العالم وقف مجتمع. ما بيصرفش عليها لا حكومة ولا دولة.